والدتي كي دايرين شويه لاباس عليكم هباكم الحجوين ان شاء الله غادي يجيكم بالخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. عاود ثاني مولي ضروري 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 هذه مرتبه على عبد الرحيم ولدي ولكن انا اللي داخل هذه المهمه ان شاء الله الله يسهل عليهم والله يتاوي لكم بعضياتكم غتاوي ان شاء الله وغتجمعوا عاود في دار وحده اللي غتبان ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تقدموا يلاه تمشيو معايا مع دار جديده في طاجر جديده اش سمعتي فاطمه الزهراء ومحسن بالضبط محسن اللي شتو داير بوحده وداك الشيء غادي تكوني ان شاء الله معاه وغيكون على خير ان شاء الله يا ربي والله يسخر لكم الله يسخر لكم دابا انتم مجموعه الله يسهل عليكم زياده غير زوينه زياده تبارك الله غير زوينه والحمد لله نديرو نضال الدرجه هاي بالدار المشروع ديال عبد الرحيم ولدي هو تقبل اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب العالمين مرضي الله يعطيهم رضا هذا البلان هذا البلان ديال ديك البلاصه والصورتي مع عبد الرحيم ولا غادي دير عبد الرحيم فيديو عبد الرحيم قال لك على مقاليب انا قال لك اللي كاين اللي عجبك ديرو الله يرضي عليه والله يجيب خير تقبل ما يمشي مسكين والله يرحمه ما يمشي هنا الكوزينه بالبالكون الله خاصه وهنا سيجور واعر وهنا صالون طويل هنا شومبر وهنا شومبر تيبان لي هذا بيت ناعس فاسك فاسك وهذا الخلا والفاسك هذه غسل اليدين المراحل الهول كبير يلاه معنا هذه ناضيه تبعنا انت عبد الرحيم اولدي تبعنا شوف اش نديرو فاكم ماشي شغلكم زيدوا يلا توكل على الله متى يديكم غير غير الحاجه من برا اه يلا هانا ايوا تبداو شي حاجه بخيره انا دابا اسمعينا اسمعينا ب70 سلسله من دار لدار يلا شري عندنا الوالد وحده بغا يزيد تا الاخرى راكم عرفتوا فاش ما تنحطي ديك تيكون ان شاء الله والله القسم وليداتي الا باكم محمد الا تابعوا الرزق من الله الرزق ديالو ديال الخير عندنا كيوقع الوالد بحال داك الفيلم ديال وجع الطريف الاخر انا راسو ناعس حدا شي بوسطه والاخر غادي يبقى لا 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 ياك شي نهار غادي تلقى راسك ناعس حدا شي بوسطه واش هذا شي علم الضحى ديال الوالد اجلس 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 تبارك الله بنتي وجع الطريف وجع الطريف عمي ابويا بقى عطيه واحد النادر في الاخر حسن هذه وقعوا بحال وجع التراب الوالد تروح لما تخدم محسن هذه هي السي الحسن المشاريع ديال عبد الرحيم عما قريب غادي تشوفوا العجائب المعجبه العجائب المعجبه كلشي مريكل كلشي مقاد السي عبد الرحيم دابا تشوف داكشي مباشره في القناه انا غادي نتعرف هذيك القضيه ديال لوكاسيون بالصاله زوينه لا لا ما زوينهش لا هي والله هي والله الا فيها الا كان سيونس اللي غيحميك ما كيكونش داكشي 100% احسن سولوا الناس اللي عندهم عندهم اكسبيريونس ودايرين هذا الميدان والله الا صعيب داكشي شنو هو حتى لو واحد يجيبها من ديك الكاي يمشي يهز بها شي حاجه يجيبها من ديك الكاي عندك لاسيرونس ما كاينش داكشي 100% طلع سيدي ما الله يعاون بعد انا ما عرفتش الناس دابا تعرف المهم طلعوا انا الفلوس رانا الفلوس دابا خلينا رانا الفلوس نمشيو نقلبوا على راسنا في شي بحر ولا شي حاجه اجي تشوف سوفيا في الطوموبيل ديالك واخا انا خاص انا ما عارفش سبقوني سبقوني نتوما انا نجي صافي تبعني من الله ما شاء الله يا عبد الرحيم اه تبعني ومتابعينا الاوفياء شوفوا الوالد فين غادي يدينا ان شاء الله يا ربي غادي تبقاو معنا داك الشيء لايف ديمو يا بسم الله وليد اش داك ايوا متفن غادي يدير ان شاء الله ودي هو غير كتحكي لك فاطمه الزهراء خويا انا غادي نزيد لك الطبيعه راه داري غادي باكم على الموت يا ولدي اه داك الشيء اللي كنقول لك غادي باكم على الموت بقات هذه وحده ان شاء الله اللي بقات لي ان شاء الله الرحمن الرحيم وحشين تبقى هي غندير له تا هو دوي ولكن راك انت الوالد اللي غتكون رغبتي عبد الرحيم باينه اه عبد الرحيم شي كما تاخذتش عليا الله يرضي عليه داك الشيء اللي كنت تقول للوالد الله يسخر وفعل قال لي غنعطيها لهم ان شاء الله داك الشيء ديالهم مكتوب عند لوطير وداك الشيء يكون مصابين غادي تهزوا حويجاتهم ويدخلوا ليها يا الله متابعينا الاوفياء دابا غادي نركبوا ان شاء الله يا ربي معكم غادي نشدوا معكم هذا الشيء متابعينا الاوفياء دابا ان شاء الله يا ربي غادي نحاولوا ديما غادي فين هما السواس هذا الحين السواس الله يجزيهم شي خير كاع بسم الله بسم الله اشنو الوالد عام مستك دابا قلنا غير شنو كاين ايوا دابا طريق السلامه ان شاء الله ياك عرفت البقره ديال عبد الرحيم ان شاء الله ولدي اه راه شاري هادي شحال هو شاريها اي الوالد كان باغي يبنيها وداك الشيء مسكين بقينا عليه بلاتي بلاتي هاد تم هاد النهار اللي كتاب البلان تصاوب كل شيء تصاوب اللهم لك الحمد وغادي نمشي وقال لك سيدي ولدي ما قال لي حتى حاجه داك الشيء اللي تنقولو تيقول لي الله يسخر الوالد وغادي نمشيو ان شاء الله وغادي نبقى فاطمه الزهراء وحشين يتجمعوا فيها انتم دابا مجموعه اللهم لك الحمد راكم مالشين بعضياتكم
يبقى محسن هذا الشيء. ما زرتش كترحل من هنا لهنا ما كيفاش؟ ما فاك مزهرة ما تجي غير راحت من الدار. قول أنا الوالدة هذه باش غير مؤقت هذا الشيء وصافي. لا باش سلتي علينا نيت هنا كنا واجدين عندنا. بغيتي تغبر لي الشقفة بابا. لا تحل الباب تبقى دير عينيها فين يبان لها. غير تحل الباب كتجي نيشان. إيوا والله الحمد لله. إيوا والله الحمد لله الله يسهل عليكم. أبغينا تونسي عاود خوك ليه إن شاء الله وداك الشيء والدار هانتوما. المسائل المسائل ديالك أنا عنديكم دابا الدار إن شاء الله تشوفوها. أنا سمعتي ثلاثة بثلاثة بابا. نعم؟ ثلاثة خوت مشروقين وثلاثة خوت مشروقين. دابا أنت قررت تحضر تما بما ولكن دابا هما الأولى. واحد القضية قول لك وليني هي براشدة وليدة أصلا. نعم؟ وأنت زعما هي زعما بنت الدراري بجوج بينا عايشين على برا ما غاديش فهمتيني؟ يعني دابا تبقى بوتيتا تما ولكن صافي ماشي هذا هو عبد الرحيم اللي ان شاء الله ولدي. ايوا ما بعيداش هي غا حدانا. عبد الرحيم ما تبقاش تلاحظ معاك ولا شي حاجه، لا قلتي لي شي حاجه وجات على خاطرك تقول لك الله يسخرها بها. نيشان ما تعاودش الهضره. اللي درتو الوالد العمل عليه. هو راه تيدير الاجر اللي مشى سيدي ربي يسهل عليه الله يرضي عليه راه تيدير الاجر بخبار ما تيبغيش يبين داك الشيء. شحال من حاجه دارها ما تيقولها لي، شحال تيقرا الاخبار تنقولها له تنقول عبد الرحيم درتي لي الحاجه ودرتي على رقبتي وعاودتي على رقبتي وعاودتي على راني. قال لي تيقول لي الوليد الا قلت لك ديك الهضره شكون اللي قال الهضره؟ انت قلت لك الهضره بحال ما درت والو. نعم نعم سيدي الله يسهل عليه والله يسهل عليكم جميعا اولادي. وحنا خدام غرون بوان دازرون غنوريكم يعني الجزئيه اللي كنخلع فيها عبد الرحيم الدار وديك الساعه غادي تعطينا الراي ديالكم واحد الجزئيه تبارك الله اللي هي جديده انتم غتشوفوها معنا ان شاء الله. يعني اش نقول لكم بحال اللي بعيده شي شويه الصراحه على الضرب الساكن حنا. انا زعلت ولا هي رواش فرن فاضرو. مشى عمر داك الشيء صافي. محسن هذا اللي صافي. محسن راه صافي قدامنا. محسن راه فرحان الله يسلمك الله يفرح ويفرح الجميع. الله يمشي لبوقعه محسن دابا انا. اي والله يسهل عليكم الرزق. انا عندي هوايه غير نوقف مع التراكش ملي تكون تحفر داك الكاب وداك الشيء داك الشيء. سني تشوف حركه شي بلاك اب عاد يحصل راه بيه لك ابا عطاونا لك ارت ما حقاش الديور كلهم عطاوهم لك ارت ما احنا غنطيحوا بها دابا لا خريبه اي واش الناس وسط المدينه مشينا على برا برا الطوموبيل تكون الطوموبيل راه قريبه حاجه شنو حسن شنو قال لكم تبيع على حساب الخرجه ديال البارح الله يشفيكم سالي دابا الوالد دخلنا عليك والله دار واحد واحد القهوه واحد القهوه ديال 3000 ريال دابا خلينا فرحان الماكلة غير القهوة غير القهوة حليب ها؟ صح ما خرجت كل زعما كنا في ديك القهوة خرجنا غير نفوجو هي ما يخرجني هو لا خرجتو كثار لا قلت 3000 لا 6000 دابا ما ضربش الوالد راه صايب دابا 3000 واش كنا لكم بسبعة بكم ولا 8 ولا الواحد ولا الواحد الواحد لا 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 ماشي الواحد من زمان الحلا قال حنا دابا ودا التقلقات وداك علاش ما فهمتش دابا بابا خرجهم ما وكلهم حتى حاجة برهم ايوا خرجهم وردهم قال لهم كلشي غالي. ايوا البلطة فيه هو علاش هي؟ غادي تخرج تشرب قهوة ب 30000 ريال. انا انت كاين غادي تخرج ديال 30000. هي اللي بغاو هما. هي انت هما انا يلاه مشيو عند قزام. مشيو عند قزام ناكلوا شي حاجة زوينة وطويلة. اه هي شي قهوة هي اللي غادي تخرج. الله يرحم الوالدين. ثم 4000 ريال ولا 5000 ريال ناكلوا نعقلوا عليها. 13000 كلوها. وما تبقاش فيك. والله عطري لك هيك ما تبقاش. والله عطري لك هيك ما تبقاش. وانا راه قهوة بنتي ب 3000 راه ما خدامهاش هذيك. تا واحد جرى مسكينه تما وجرى ولا جرى ما عرفتش واش عرفت المرا تاعو ما عاد لا راه مسكينه انا لابسه بيض المرا تاعي قلت لها ما يصلي دبيله الدور في الجامع قلت لها مسكينه ايوا انت تفرح شي تاني هادي حال الدنيا احنا دابا ف خلنا نقولوا هنا الجزيره خلنا نقولوا نفس الماريا ايوا اليوم خدا الاخر الوالده ما عندها واحد الوالده دابا نروحو لمريكا كلشي راه ديال الوالد. كلشي مريكا صافي. الحمد لله. وهذا اللي باش نبان زوينه بابا نعس الدراري و. غاتاخذو بلان تما وغاتمشيو وترتاحو ديرو الكالجيتي وغاتمكو داك البلان وتشوفو كل حاجة فين جات. هاد الجزئية الخويا. هي هادي تبارك الله هي الديور عمرات ها. ديبوكي الثانية. نشوف شوف. ايه.
حالك غاتجيكم ديال عبد الرحيم نيشان بحال هادي قد هادي هادي نيشان حيت الباب ديالها غيشوف واعره والله الا واعره المحسن الباب ديالها غيشوف عند هذاك نيشان واعره بابا والله الا فين زوينه شباب سدوا سدوا نطلع لكم حتى الفوق تشوفوا شوف شوف حسن شوف ام حسين شوف محل هذيك ديك الدار ديك النهار السيد جواد قال لي بغيتو تشوفوا سيروا شوفوا دابا هذه هي الفقعه الوالده هي هذه الوالده شوف هكا وجار غيكون في الدار ديالك حتى هو عنده دو فاصاد اش بالكم كاينه بقعه هنا في الدار الناس اللي دايرين الدور ما كاينه كيدير الدور الدور جداد كلشي ايوا واحد الخيره ديال سيدي ربي هنا هادي خلاص واحد العين لتحت كاينه واحد العين شوف العين غبال هادشي شنو الوالده بالك حتى هما عندهم زنقه ما كتخرجش بحالنا هذيك محدوده زوينه هذيك ويني ما تعرف راه مازال طرات ما غادي ربنا ما يشرحوا هذيك خلي يديروا غير الدروجه الوالد حيت ماشي يديروا هنا ماشي يديروا السيما ما تيكونش ما تيكونش الشانطي اللي كتكون السيما كتكون غير غير زنقه ما كتخرجش مازال ما داروا لا ها السيما في الارض دابا هادي دارهم هادي دابا غير الباب واش يجي معاهم هنا ولا يجي هنا الباب انا نشوف لك الوالده هذيك البلان نقول لك دابا شنو كاين البلان اسيدي شد الوالده هكا هاد الفوقانيين احسن اه محسن بلاصتين شوف ها انت بحال غادي مشمشه لا صافي الباب غيجي هنا معناتها كي كتشوفوا دابا شوفوا الوالده هكا ها هو هذا الباب ها هو ها انت اجي اجي الوالده شد دابا نعس حاول تنعس الوقت خاصو فيها ماشي يشوف معايا محسن ها انت دخل هذا الباب فين راه حنا واقفين قدام هذا الدار هذه نسوي الدار ها انت محسن عبد الرحيم غيجي هذا الدخل عبد الرحيم السفلي هذه فيها هنا الدروج ديال لاكاف غيدوروا معاها الدروج اللي تيطلعوا الفوق فيها هنا شومبر وحده دوش ها شومبر هنا طويل يقدر يدير هنايا الماريو هنا شومبر اخر وهنا دار هو صالون فيه جوج شراجم غيجي في هذا القنت هذا فيه كاين الدفاصات وغيكون هنا الكوزينه فين راه حنا واقفين دابا حاليا كوزينه هنا في الطرف يمكن كوزينه جات في الطرف مزيانه احسن كوزينه وريني الاخرى الويده ما جاش بحال ماشي في الصاله ديال الدار ها حتى الويده شوف انت ملي غادي نطلعوا غادي نجيبوا الفوق هذه الدخل اللي دخلنا كبيس انت يا سيدي غادي نجيو انت حدا ام حسين شنو غادي ندير هنا شنو الوسطي ولا الفوقي دابا كاين كاين دابا هذا الفوقي عاوتاني بروميير ايطاج غيكون بحال بروميير بحال الدوزيام غالبا كنجيو كندخلوا كندخلوا على الباب ديال الدار من هنايا ملي كندخلوا كنلقاو الصالون هنايا هو اللي غيجي فين واقفه الوالده وغيكون الشرجم ديالو كيطلع على على الباب هذا تقريبا فوق الباب غيكون فيها 100 وقيله تعطيني عقلك وهنا غيكون سيجور ها هو هذا صالون غيكون سيجور محلول عليه سيجور ها هو الصالون طويل ها السيجور هنا كاين المراح حدا السيجور غيكون هنا مزود غادي يدير الكوزينه ديك البلاصه فين كاين جوج شراجم ها الشرجم هنا وها الشرجم هنايا وهنايا غيدير لك باب ديال البالكون غيكون بالكون غيكون هنا داير سميتو ديال الكوزينه هنا شومبر ديال الدراري الصغار وهذا شومبر عندك ها هو الدوش ديالو وها الدوش ديال العائله وها الفاسك اليدين وهذا ماريو د الحيط والفوقي كاع هو بحال بحال نيت واحد تيجي نفس الصاله الكوزينه غتجي مقنته الكوزينه غتجي غتجي لهي الكوزينه في ديك البلاصه فين البلاصه هنا في كاينه تما هي في الطرف اللي هي حدا الصالون الصالون فين غيجي لا الكوزينه الدخله ديال السيجار فين غتكون الداخل وي شوف 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 الوالده انا صرينا عاد عرفت دابا شنو شوف ها تنحلوا الباب من هنا غيتحل الباب من هنا حل الباب غنحل الباب غنلقى دوش هنا وهنا فاسك عطيني عقلكم الصالون غيجي هكا
عطوني عقلكم اجي الصالون باك كطول غيجي لي فداك القنت غيجي سي جو غيكون طالع الصالون المحلول دابا حتى الا شفت معاهم البلاد حتى هما تتبعني عاودوا يفيدونا ها انت شوفي الصالون غيجي بحال هكا طول أيوة هبقى ها أجيب هذيك بدأ بنشرح برا إيه كأي شيء رايجي الصار جنب جي الصار وانت يطلب ليش في الباب ديال السيد وعلى جنبه على جنبه غيجي سيجور سيجور طلع الصار محلولين أيوة رايجي والهي ذاك قلت لي فيها جوج شراجم كوزينة كوزينة عطيني عقلك الوالدة تاع الكوزينة غتجي زوينة هكاك في الطرف الصالون غيجي فيه شرجم واحد الصالون غيجي فيه شرجم وكوزينة غيجي فيه جوج شرجم عطيني عقلك ما فيها تكون التلفازة هنا اه الحيطة هنايا عطيني عقلك الحاجة ديال الدخلة ديال الدار غيدخل واحد من هنا من هنا غيطلع الدروج من هنا غيدخل عطيني عقلك الهيه في ذاك القنت غيكون سيجور الهيه غتكون كوزينة جوج شراجم وغيكون فيها البالكون البالكون عرفتي غيكون تيطل غيكون تيطل هكا لا هكا هكا غيكون تيطل هكا حيت تما اللي كاين الطول داخل الماء داخل واش غيكون داخل فين واقف انا الطوموبيل في هاد البلاصه هادي غيكون بيد الدري الصغار غيكون بيد الدري الصغار في هاد القنت هذا غيكون على جنب الكوزينة غيكون الكوزينة على الباب وهنا بيد الدري الصغار شوف الوالد وغيكون على جنبك هنا ها حتى للدروج غيكون بيت النعاس وغيكون تيطل السرجم ديالو على الجهاز زوين بيت النعاس مقنس وغيكون فيه الدوش وفيه سميتها هذا الشيء اللي قريت انا هنا ها فين ديك الورقه تا هي وري وري المتتبعين يعاودوا اش شوف هنا ها انتما كيما قلت ماشي صعيب يتفهم اش شوف ها ماشي هكا ها انت عطوني عقلكم هكا غادي ندخلو هكا غندخلو للدار كيما قلت لكم قبيل الصالون غيجي بهكا هي هي هذا هو الصالون ها انت يا الصالون غيكون تيطل هذه الدخله ديال الدار ها انت فهمت ها السيجور حداها الكوزينة راها فين كاين جوج شراجم جوج شراجم زوينة وفيها هنايا البالكون البالكون كيكون هذاك الراجل راه كيما كتطلع هكا على جنبه كاين بيت شومبر وعلى جنبه كاين هنايا فين واقفين دابا حاليا كاين بيت الناس بالدوش ديالو وكاين هنا المراح هنايا الدوش وهنا الدوش عائلة ديال كلشي وهنايا فاسكت اليدين ايوا بيت الناس الدوش غيكون غير واحد لا دوش غيكون ديال بيت النعاس هو هذا ودوش ديال العائله هو هذا العائله ضروري واحد وهنا غادي يجي الصالون هنا غيجي لكم الصالون غيجي طويل غيكون فيه ناس رجم وبقى تفضل تكون هنا الصالون غادي يكون فيه رجم واحد لا لا غادي تكون فيه شراجم لا لا غير الصالون هنا كاع الديور كيكون فيه غير شراجم واحد الدويات غاليين غير واحد ولكن واحد يكون كبير احسن الشرجم يكون كبير اه يكون كبير اهم حاجه باش صراحه أعول على واحد 80 مليون هنا فوق الطالع ديال 80 لاكبه 100 مليون خصوني شحال مع دابا لك ابو السفلي والفوقي والثالثه غادي عبد الرحيم شنو بغا يدير الوالد صافي عبد الرحيم بغا يدير هنا السفلي وغا يدير دوبليكس دوبليكس الفوقي السفلي وديك الساعه غتهبط لاكاف غيكون عاوتاني شي حاجه اخرى عاوتاني لاكاف ممكن يكون سكن شوف كيما كتشوفي هكا هانت هاد الدخله هكا غادي تشديها هاد الدخله ديال الدار هي هادي هي هادي هي هادي الدخله دابا الدخله في الباب هي هادي نورمالمون هادي ديال البارطمان ديال السفلي هانتي هاد الدخله ملي كدوي لها واحد ملي كتجي لفوقي ما كتبقاش بالك الدخله ما كتبقاش بالك غير الدروج كتجي بزز حتى تدخلي فوق هاد الدروج بالضبط فاش كاين الصالون هو هاد الدخله هادي من تحت حتى تولي تستغلي الفوق هذا هو الصالون عندك انت راه ها السرجم ديالو كيطلع على هاد السرجم ديال الناس اللي هاد الناس غيكون فوق فوق الباب ديال الدخله ملي غتدخلي للدار حداه السيجو هو هذا السيجو هنا ها جا هنا حداه النيت وطلع لي المحلول معاه على جنب السيجور فين كاين جوج شراجم هنا كاينه الكوزينه الكوزينه وعندك عندك اللي هي سميتو عندك اللي هي عندك اللي هي سميتو البالكون البالكون احسن يجي هكا البالكون حدا 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 البالكون كاين بيت الدري الصغير هو فين حنا واقفين دابا حنايا عاد حدا بيت الدري الصغير كاين هنايا سميتو غير البالكون الاحسن خاصو يكون مشمش لحقاش يبغي يشرب فيه شوف هنا دابا بالضبط شوف غتغرب على بيت الناس ياك على بيت الناس وعندهم وحده هما البوس غتبقى تشرق على الصالون تغرب على بيت الناس شو الناس والله زوين صراحه اش بالك غتبقى تغرب على غتبقى تشرق على الكوزينه لا لا زوين هذا البالكون على الكوزينه والسيجور والصالون وتغرب على الكوزينه وحيت فيها جوج شراج من الكوزينه تغرب على الكوزينه وبيت الدري الصغار وبيت الناس حتى وليداتنا حتى هما يرضوا يعاونونا يعاونونا بالري ديالهم مزيان حتى في البلان ديالك الدار ديالك الدار ديالك غادي تجيك دار اخرى وهنا عاوتاني كاين جوج ديور كاينه واحده اخرى وجوج من بعد ياك وهاد الزنقه مسدوده الحسن تيبان لنا غالبا غتكون مسدوده لا تشرح واحد الطرد دابا انا الزناق اللي تيكونوا بنين في السينما تيكونوا مسدودين هكا حيت ما عمر بنينا ولا شي حاجه كنتمناو المتتبعين ان شاء الله يوقفوا معنا ما عرفنا لا بلان ما عرفنا كندخلوا الدار كتكون شوفوا هذا المهندس اش كيدير هنا لا الصالون هو هذا هو بيت النعاس ها هو بيت الدري الصغر ها هو شنو انت هنا غتجي الكوزينه اييه وغيجي بيت النعاس ديال الدري الصغر هنا بيت النعاس ديالنا هنا الصالون هو هذا اللي في القنت فيه الشيء لا لا ماشي هو هذاك الصالون هذا اه تفهمتيني حيت دخلت هذا الباب هي دو غير الصالون لا هذاك في السفلي اما الفوقي ما كتبقاش بالك دخلت الباب
فوقي كتولي تبان غير الطلعه ديال الصالون، تبان غير الصالون ديالي. انت فهمتي غادي وهنا شنو غادي يجينا فين غادي يكون مزيان الطابق ما دوش ما دوش الباص ديالي ديالي اش نقول لك ما كايناش ديك هذيك الساعه هذيك ديك شنو غنوريو باش نفهموا ما فهمتش والو. هذه دخلنا ما غتبان غتبان غير الطروش هاد الطروش من هنا غتدخل دابا هادي تصميم حق واقعي ولا غيره؟ هذا هو دوستي حيت السيني ما كيبانلكش والله غير كنبدلو عليه. التلفازه هنايا والصالون ضرب بحال هكا من هنايا، هادي دخلت الصالون. ها انت دخلتي دابا للدار، هنا عندك باص باليدين وهنا عندك دوش في هاد البلاصه هادي. ها انت غادخل كتجيبها في وسط الدار، هذا عندك هنا بيت النعاس فيه دوش وفيه ماريو الحيط، وهنايا بيت النعاس. على جنب هذا كاين بيت ديال الدري الصغار، ها هو الباب ديالو هنايا. على جنب هذا كاين هنايا سيجور، وعلى جنب هذا كاين هنا الكوزينه بالبالكون هنايا، ها الباب ديالو دابا البالكون من لهي صافي. وهنا جايك الدوره ديالها المهم راه الامور راه زوينه، غتجي مربعه غتجي زوينه تبارك الله. لا لا زوينه مربعه هي جات من التراكتور يا كامل الشاشه ديال الترابو فين تيخويوها الطرابه زعما؟ الطرابه راه كيسبع سي بلا يصعاوتاني اللي كيبغيوه كان اللي تيبغي بزاف اللي كيبغيوه هما اللي تيبغيوه. هادي وقيله الطرقان هنا غير سبوان نديرو حنايا باش باش نعرفو واحد النقطه راه جد مهمه. شوف بالنسبه للبناي راه من الاحسن يقلب على بقعه تكون صخريه او شبه صخريه. حنا الصخري والشبه الصخري جانا الصراحه الفوق باش نكونوا واقعيين. هاد البلاصه هادي بحال اللي كانت واحد الوقت مرجه البلاصه ديال الاريج، ولكن الحمد لله دابا داروا الويدان وداروا داك الشيء، ما بقاش كتوصل هنايا كاع شي حمله. انا جايكم الهضره واني باش كتحفر ما ماشي في الصالح ديالك تبني ديريكت، من الاحسن تحفر لاكاف باش كتلقى الصحيح. راه احسن دار تبنيها في الصخريه او شي بصخريه، رغم ان لاكاف كيكون شويه صعيب. هنا لاكاف ساهل حيت كان ديجا انا درت واحد الوقت الحمله، ولكن ملي كتحفر لاكاف ديالك ما تخافش ديك الساعه الحمد لله، حيت حنا تنقول بان الجيران القديم. شوف غنقول لك واحد القضيه دابا، السيد لي اونفاس هذاك الشمير كان كله تيكب هنا واحد الوقت، دابا ما بقاش يخوي. شوف السيد لي اونفاس معنا راه بنا بلا لا كاب، وسولته قال لي ودي قالت لي الارض مزيانه، قال لي انا سولت الناس كاين كاين اللي يدير لاكاف يدير لاكاف. لا 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 راه مزيان تيكون اخي لاكاب تيعاون حتى كتزيد لاكاب مزيانه، كتزيد الفلوس وكتزيد لاكاب. هو السيد بالنسبه للاريج، شوف شي بالنسبه للاريج كون على اليقين خصك لاكاب. انا هضرت معاه بزاف وكلشي بلا لاكاب، انت كلشي عنده لاكاب فين هو؟ شوف الديور كاين هما من اللعيبه هذا كاينين اكثر هي 91% عندهم. هو هذاك اللي الله راه هو راه دراك هذاك راه كلهم انا قالوا لي الدري هنا قال لك هاتي باش تحفر بالبوكلاند غير قال لك تحفر عليك دغيا تحفر عليك حتى سبحان الله تلقاو ذاك الحجر ديال الحمله دغيا دغيا. هذا الوالد هذا على ما قال لي الاخ عزيز اللي كيبني هذه الدار هذه قال لي هذا غيولي شارع الوداد مع المولى ماشي شارع غاتولي وداديه غادي يخرج السيدي يدي بغيت تخرج دابا نمشي انا ونحسن هما الناس اللي كيطلعوا من الطوموبيلات من هنا قال لها تخرج السيدي يدي راه كاين واحد الرومبان غير هذاك وراه الجامع بابا تبارك الجامع والحمام وكل شيء غيديروا لك هو الجامع والحمام راه كاين هذه الزيئه هنا مور غادي يسلسوا الوالد ايوا المهم تمنى المدرسه جا هي هي ديال كلشي ان شاء الله. اخويا ما تعطيش الكلمه للمتتبعين تو الواد باش نخدموا الفيديو. ايوا والله يرضي عليكم وليداتي والله يسهل عليكم وادعيوا معنا ان شاء الله يسهل ربي في هذه البقعه دغيا تبنى ودغيا تطلع والله يسهل عليكم الجميع والخواتكم مهلية تهلاو بعضياتكم راه الدنيا دايزه راه الخوا حدا الدنيا. اخويا حسن ما تقول لي مبروك حتى تلقاني مجبد بيت النعاس راه لي راه لي هنا تلقاني مجبد الهنيه وشاد التيليكوموند ديال التلفازه لا 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 البلان زوين البلان الاول اللي كان دار لكم السيد حيت انا الصراحه ما مشيتش مع الوالد انا ما تنبغيش نقرب لكم صح هذا البلان الاول اللي كان دار الوالد راه ما عرفتش انا مشيت معنا راه دار وقت معنا في كلشي هانتي البلان الاول الوالد اللي كان دار معاك شنو كان دار لهم في الاول هنايا ناي شوفي كان دار الكوزينه هنا في الوسط بلاصه بلاصه السيجور لا 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 كان دار في الوسط وخرج لها البالكون من الصالون حيت الصالون جاه طويل لا لا ولكن هما قالوا له لا بغينا كوزينه كبيره بالبالكون هنايا وبغينا الصالون يكون مقرى ما فيهش البالكون والسيجور يكون بحد بغاو هما داكشي اوفر تينشر الفوطه ديالو في البالكون في البالكون ولا بزاف ديال الحوايج اي والله شنو غنديروا فيها لا يعطيك الدار عندي واحد الفكره الا مشيتي شرحتي وجاب الله التيسير ديال حياتي لا 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 ما ندير من هنا ما والو اش فرشها وتكريها تفرشها اش شوفي هنا وي غير حسب الشمس بغيت تفرشها ودير الكراء اليومي فيها مزيانه والله فرصه بالنسبه للناس اللي كيشوفوها زرون نعطيكم ان شاء الله يا ربي لا لونس غنفرش واحد الفراش زوين في الوي في
تبارك الله يعني الفيبر اوبتيك كيفاش تهاب كلشي ندير كلشي ديال ما يكون عندكم كل واحد البري المتتبعين انا صورت على فاطمه الزهري صراحه بغيت تكري الكراء الشهرين كري انا الكراء اليوم ان شاء الله كراء اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد الثمن اقسم بالله الا داك الشيء رائع شوفي هاي دارتي وخنيف راه ما تبقاش شري دار هنا لا هذيك بابا اصاي كريدي دابا تبعو تما تبعو انصح غير المتتبعين الكرام كاينه واحد القضيه كاين الناس اللي ما كيركزوش على القضيه ملي كيجيو الناس اللي كيجيو لي فران راه تقدر تلقى الرخا فازرو والماكله قريبه ازرو وبشحال بعيد ازرو على 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 يكون بعيد عليه تقريبا بخمسه يعني عندك واحد 20 دقيقه في الطوموبيل والطريق تبارك الله ما شاء الله نقيه وكلها غابه وكلها طبيعه يعني من الاحسن تجي تكري فازرو ماشي نقول لك انا الهضره حيت احسن بغي يكري ولا تنقول لك هذه نصيحه غتكري فازرو والماكله فازرو رخيصه وزوينه افران زوين ولكن بعض المرات كتحصل في الماكله تيكون الناس غادي باساجي بزاف اللي شدات الثمن طالع هنا فازرو خوتي تكريو هنا في الديور فازرو دابا بناو شكلها ما كاينش شي تصرف فيها تواصلوا معنا بكل فرح وسرور والله شي اللي كاينه انتم الناس الديور نقيين كتنوض الصباح مع وليداتك نعم سيدي فاطر هو لا في كاين واحد لا في الغابه تبارك الله هي وشوف وكاين خاص فيها كيكونوا الديور مفرشين ناضيين كتنوض الصباح انت وليداتك كتفطروا في الدار وكدير الطوموبيل ديالك نعم سيدي وكتجيب الفكره كتبروفيتي مزيان وكتهبط في العشيه مدينه ازرو عاوتاني كتجلس في قهوه ديال زوين وكتيفيتي عليك البروده كتجيب الله بزاف الحوايج لان يفران بارد كلاسي لما كانش كاينه كاينه اه في الليل واخا نجيو عند حصه رجع عند حصه اه رجع ضرب دابا مشاهدي راه خداو لك حقك ما تساليش هذا غنشوف الا مشات هذا البلطه هذه دار واحد كامل فيديو لا خنوري لك دار واحد الفلطه قبل باب الله المهم الحجر غير حداك والدتي الله يسهل عليكم ويسهل لي سهل على عبد الرحيم الله يمشي يدير يسهل عليكم كاملين والله يعطيكم من عنده ودعيوا مع عبد الرحيم الله يكمل عليه بالخير ان شاء الله راه ما تيدير غير الخير والله يسهل على الجميع متابعينا الاوفياء باي باي عليكم الى اللقاء باي باي عليكم وتحية لعبد الرحيم تحية خويا عبد الرحيم وشكرا لك بزاف لهلا ونجيبوا الماكلة الخدامة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي والسلامة عليكم الله يهون عليكم وليداتنا يرضي عليكم